السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو سأتكلم عن هل ستكون دراسة حضورية أم عن بعد أم هما معا، حسب دائما الوزارة، بحيث أن الوزارة طرحت اليوم بلاغ يهم هذا الأمر وسنتحدث عنه بالتفصيل. إذن هذا الفيديو دائما برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، بقوا معي. إذن البلاغ هو هذا بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 9 غشت 2020. إذن هذا البلاغ هو بلاغ توضيحي، إذن يوضح مجموعة من الأمور. إذن قرأوا هذا البلاغ، انتبهوا معايا. إذن على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة بخصوص تدبير الدخول المدرسي 2020-2021، وتنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني، تقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية التوضيحات التالية. إذن ثلاثة ديال التوضيحات. إذن أولاً، دأبت الوزارة في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة، والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة، وكذا تاريخ انطلاق الدراسة، والذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل، وهو ما يمكن الفاعلين التربويين والأسر والتلميذات والتلاميذ من الاطلاع على مختلف هذه المحطات والاستعداد الجيد لها. إذن النقطة الأولى، كتذكر الوزارة بأنه راه دائما الوزارة كطرح المقرر الوزاري اللي كينظم السنة الدراسية، كطرحوه دائما في آخر السنة. مثلا هذا الموسم الدراسي اللي فات 2019-2020، لاحت مقرر الوزاري في الأول ديال شهر غشت، يعني منظم للموسم الدراسي المقبل 2020-2021، وحددت مجموعة من النقاط، وقالت كذلك هذا المقرر الوزاري كيحدد مجموعة من الأمور، كيحدد بقاش غادي تبدا الدراسه، التواريخ ديال الامتحانات، العطل. اذا مجموعه من الامور كتكون في هذا المقرر الوزاري. نقطه ثانيه، خلافا لما يتم تداوله، فان المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل، هل هو تعليم حضوري أو عن بعد أو هما معا، بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف عند الاقتضاء، سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية. النقطة الثانية، مجموعة من المنابر الإعلامية قالت بأن الوزارة غادي تعتمد التعليم الحضوري باش ترضي المدارس الخصوصية، ومجموعة من الأمور، مجموعة من الإشاعات حسب كلام الوزارة، وقالت بأنه راه خلافا لهذا الشيء كامل، هذا المقرر الوزاري اللي صدراته نهار 6 غشت فما هو إلا تنظيم للسنة الدراسية، وما تحدد فيه والو، لا انها غادي تعتمد تعليم حضوري ولا تعليم عن بعد ولا هما معا. واكدت بانه في هذا المقرر كاين تاكيد على ان مقتضيات هذا المقرر يمكن لها تعدل ولا تكيف عند الاقتضاء، سواء مع الدخول المدرسي او لا خلال السنه الدراسيه، اخذا بعين الاعتبار تطور الحاله الوبائيه ببلادنا. النقطه الثالثه والاخيره، ان الوزاره على غرار الموسم الدراسي 2019-2020 سوف تتخذ كافه التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة. النقطة الثالثة، كتأكد الوزارة بأنه كما في الموسم الدراسي 2019-2020، ورغم الصعوبات ديال الوضعية الوبائية، قدرت الوزارة أنها تستدرك بالتعليم عن بعد، وقدرت أنها تأمن الحق في التمدرس لجميع المتمدرسين والمتمدرسات. كتأكد كذلك بأنها غادي تأمن هاد الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ في هاد السنة الدراسية المقبلة، سواء كانت الوضعية الوبائية مستقرة أم لا. إذا هاد الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.